الملكات ألف مليون مبروك، فرحة عارمة، الفرحة جميلة للملكات. نسيبكم تستمتعوا بهدافات الملكات. زي ما حضراتكم شايفين كده نستمتع بفرحة ملكات النادي الأهلي اللي بيتوجنا بدوري السوبر موسم 23-24. رسامة جايدة خالد، الكابتن ودينا عمرو، إيرال أشرف، نادين سلعاوة، كابتن الكابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي يتواجد في أرض الملعب، بيسلم على كوتش طارق خيري وبيهنيه جهازه الفني. مع جهازه الفني كابتن علياء محمود، كابتن كريم اسماعيل، كابتن ماجد مسلمي مدير الجهاز، كابتن نجاح ابراهيم الاداريه، كابتن اكرم الشرباجي محلل الاداء، كابتن محمد علي اخصائي اللياقه البدنيه، دكتوره مروه الحسيني طبيبه الفريق، دكتوره ياسمين الكيلاني اخصائيه العلاج الطبيعي، كابتن ايمان جمال مدلكه الفريق، ودكتوره مي القاضي الاخصائيه النفسيه. ملكات النادي الاهلي يتوجنا باللقب سوبر دوري السيدات للموسم الثاني على التوالي بقياده الكوتش والغزال كوتش طارق خيري. فرحه ليلي، خلاص ليلي تمصرت تماما. الرقصة دي مش هولندية ابدا، الرقصة دي مصرية جدا. مليون مبروك اعزائي المشاهدين، نظل مع الفرحة وسنذهب سريعا الى الكابتن هيثم السعيد في استوديو التحليلي مع نجومه الكبار كابتن نبيل بخيت وكابتن محمد موسى. الزميل العزيز كابتن هيثم، مليون مبروك لتتويج فتيات الذهب وملكات النادي الاهلي في كرة السلة بلقب الدوري موسم 23-24. كابتن هيثم اليك الميكروفون. شكرا معلقنا كابتن احمد مناع.